أستاذ سليمان الصدي، ونشكر شكر الجزيل تلبية الدعوة وتجشمه عناء السفر للوصول إلى جامعة الحمدانية، ونتمنى للقائمين على هذا الصالون الثقافي بالتوفيق والنجاح. دامت جامعتنا جامعة الحمدانية أن تعمل من أجل أن تكون هذه الجامعة منارا للعلم والعلماء والثقافة. فلهذه السنة أول مهرجان وأول مركز ثقافي يكون بحضور هذا الأديب العربي الراقي في محفل من محافل الجانب الثقافي في جامعتنا، وأهلا وسهلا بالحضور الكرام. هذه الندوة الأولى لصالون قسم اللغة العربية الثقافي، نتمنى لها أن تكون دائماً مبادرة، وإن شاء الله ستكون دائماً أو سيكون هذا الصالون دائماً مبادراً في إقامة الجلسات النقدية المهمة. بكل فخر واعتزاز أتيت إلى العراق الشقيق بدعوة من جامعة الحمدانية، ولي الشرف أن أكون بين الأدباء والمفكرين العرب العراقيين الذين أتحفوني بضيافتهم، وأتخص بالشكر الدكتور محمد صابر عبيد الذي كان وراء هذا النجاح. وأنا أشعر بأنني في بلدي سوريا، وأشكر الحضور وأشكر القائمين على هذا المهرجان الذي أسعدني وأثلج صدري. أحس أنا لست في غربة بين أهلي في العراق، وأتمنى أن تكون هذه الندوة النقدية ندوة يعني تعليمية يتعلم منها الآخرين في كتابة الرواية. هذه رواية الأولى، رائحة التفاصيل، وإن شاء الله سأكون قريبا في بغداد مع رواية أخرى تكتب الآن وفي قيد الإنجاز. أول استضافة لك في نين؟ أول استضافة، وكان عندي حلم أن أكون في العراق، وحلمي تحقق هذا اليوم، وأنا سعيد. وتحيات كل الشعب السوري للشعب العراقي الشقيق. يتشرف صالون قسم اللغة العربية الثقافي أن يستضيف اليوم الروائي العربي السوري سليمان الصدي في ندوة نقدية. شارك في هذه الندوة النقدية مجموعة من النقاد العراقيين المعروفين. هذا الصالون يحاول أن يكون صرحا ثقافيا يساهم مع مؤسسات المجتمع المدني ومع الأندية والاتحادات الموجودة في الموصل في تقديم مشهد ثقافي موصلي عربي عراقي جميل. وهذا الصالون إن شاء الله سيستضيف في جلسات لاحقة على نشاطات ربما تكون شهرية إن شاء الله مجموعة من النقاد ومن المثقفين والشعراء العراقيين والعرب. نتمنى لهذا الصالون ولقسم اللغة العربية ولجامعة الحمدانية الفتية، هذه الجامعة التي تحفر في الصخر لتكون جامعة راسخة من الناحية العلمية والثقافية والنقدية.